السؤال اللي حير اجيال، السؤال اللي بقيت بتساله بصوره يوميه ما اعرفش ليه، وهو يا دكتور عمر او يا كوتش عمر، ايه هو الطول الطبيعي للعضو الذكري؟ في الفيديو ده هجاوبك على السؤال اللي حير اجيال، ايه هو الخيارات العلاجيه؟ امتى المفروض تقلق؟ ايه هي الخيارات الجراحيه؟ وافرق لك ما بين الحقيقه والخيال في الموضوع ده. طبعا لو انت جيت تبحث بحث بسيط جدا في جوجل، كتبت مثلا الافريج بينس سايز او متوسط طول العضو الذكري، فيطلع لك رينجات كتيره وارقام كتيره. وفي حاجه لازم اشرحها لك من حيث الموضوع ده. بص، انت لما نقول مثلا ان المتوسط كمثال مثلا من 10 ل 15، فاحنا جبنا ال 10 ل 15 دول بان احنا جبنا مجموعه من الاشخاص مثلا 1000 شخص، وشفنا مقياس كل واحد، وبعدها قسمناها على عددهم عشان نجيب حاجه اسمها المتوسط. جميل. الفكره كلها ان في بعض الدراسات بيعتمدوا على حاجه اسمها سيلف ريبورت. السيلف ريبورت ده يا باشا معناه ان هو جاب الشخص ده وقف الشخص يعني قدامه وقال له انت طول مثلا عضوك الذكري كام. وكقاعده عامه ما ينفعش تروح تسال راجل انت طول العضو الذكري بتاعك كام. يعني مثلا انت دايما تشوف العيال اللي في اعدادي تلاقيهم مثلا لما حد يساله انت قد ايه، او مثلا تلاقيهم بيقولوا ما بين بعض كده انا قد كده، اللي هو فاهم واصل لسه ما بلغش، او التاني يقول له طب انت قد كده طب انا قد كده، وتلاقيهم ان هم جابوا كده مساطر كده من المتر ويقول لك انا ده طول بتاعي، وهو اصلا يعني هتلاقيه ما عداش قد كده. فمعروف ان في رجاله كتيره بتوفر في الموضوع ده بسبب اسباب كتيره، بسبب مثلا ان هو خايف ان هو يقول مثلا الرقم، مثلا هو قال 12 اللي جنبيهم قال 15 بس يبقى التاني اللي جنبيه ارجل منه، ما تتقاسش كده يعني. او ممكن مثلا خايف من النظره الاجتماعيه، او مثلا متاثر بالافلام الاباحيه وعنده نظره خاطئه مثلا لمتوسط او الطول الطبيعي للعضو الذكري، او مثلا مفكر ان هي نوع من انواع الفليكس. فما ينفعش ان انت تعتمد على اللي الناس تقوله انا مثلا طولي كذا طولي كذا، لان هو غالبا هيكون مزود في الرقم ده. كمثال مثلا ليه من المفروض ما تعتمدش على الدراسات دي، لما بيجيبوا الناس ويقولوا لهم ايه هو طول العضو الذكري بتاعك او بيعتمدوا على السيلف ريبورت، فمثلا المتوسط بيطلع 6 انش اللي هو 15.5 سم. لما بيجيبوا مثلا نفس الاشخاص دول مثلا وفعلا دكتور متخصص يقيس العضو الذكري بتاعه، فهو بيلاقي مثلا ان المتوسط بيتراوح ما بين 12 ل 13 او 14 سم، فتلاقي ان الرينج قل بصوره كبيره جدا. وطبعا غالبا الرينج برضو اقل من كده، يعني اكتر تقدير منطقي ان الرينج الطبيعي بيتراوح ما بين 11 لحد 15 سم، ده الرينج المنطقي. اكتر من 15 سم فهو غالبا كده طوله زياده. طبعا مش بالضروره ان الطول الزياده يكون معناه متعه اكتر للشريك بتاعك، لان هو في ستات كتيره ممكن تتالم الموضوع ده، لان الفاجينا ذات نفسه بيكون ليه شيبس مختلفه واحجام مختلفه، وفي ستات كتيره بتشوف ان هو الموضوع ده اتراكتيف، على حسب برضه الست اللي قدامك. ما مش هنحكم على حد، كل واحد وليه تفضيله. السؤال هنا بقى والسؤال الاهم، هل لو انت مثلا في الرينج ده نفترض مثلا 11 سم، هل ينفع مثلا تزوده تخليه 15؟ او لو انت مثلا اقل من الرينج ده، هل في خيارات تخليك او تخلي الطول بتاعه افضل من كده؟ بص، تعالى الاول نقسمهم ونفرق ما بين ان انت طولك في المعدل الطبيعي وان انت حاجه اسمها مايكرو بينس. بص يا باشا، ربنا يكرمك كده وتخلف عيل صغير، لو الطفل ده انت اول ما خلفته لقيت مثلا ان طول العضو بتاعه مثلا قد الحبايه او صغير جدا او اقل من المعدل الطبيعي، فده بيكون حاجه اسمها المايكرو بينس. بس ما تقلقش، الموضوع ده بيتلحق، مش لازم ان انت تروح تدفن الطفل بتاعك، لا، بيتعالج بيه سواء الادويه الهرمونيه، سواء ان هو بياخد تستوستيرون او مشتقاته، او بياخد مثلا كريم دي اتش تي، لان الدي اتش تي مهم لنمو ونضج العضو الذكري في السنين الاوليه من حياه الجنين. ممكن مثلا ان هو يلجا للسيرجري او جراحه، او بيستخدم ادويه الاف اس اتش والال اتش او الاتش سي جي، كل دي بتكون خيارات فعاله لزياده العضو الذكري للطول الطبيعي. حلو، نركن ده على جنب. المايكروبينس طبعا بقى ممكن يكون اسبابه كتيره بقى، سواء هرمونيه سواء جينيه، ملناش دعوه، نركنه على كده على جنب. وتعالى نشوف الشخص اللي هو طوله طبيعي في المعدل الطبيعي وعايز يزوده، ايه هي الخيارات اللي اول ما يبحث في جوجل او المتاحه بالنسبه له؟ اول حاجه هتكون الاجهزه، في اجهزه بتسمى البامب او البينس ديفايسز او ايا يكن المسمى بتاعتها هتكلم عليها، وفي حاجه اسمها البينس انجكشن ان هو بيحقنه بحاجه شبه الفيلر او بيكون مواد تانية بهدف تحسين السمك والطول بتاعه. في ناس بتزعم ان بعض الاسترتشات وبعض التمارين بتزود طول العضو الذكري، في ناس بتقول ان استخدام حاجه زي السالس او الفياجرا او ادويه البي دي اي 5 بصوره يوميه ممكن يزود العضو الذكري، وبعض الادعاءات التانية اللي موجوده على الانترنت. مبدئيا كده تعالى نمسكهم واحد واحد. بالنسبه هل السالس او الفياجرا بتخليه قد كده على راي الكابتن بتاعنا اللي هو محمود الدره؟ لا، السالس او الفياجرا مش هتزود الطول بتاعك. بس الفكره كلها ايه؟ ان معظم الناس اللي بتبتدي تستخدم الادويه دي فهو بيكون اصلا عنده ضعف انتصاب، ان الانتصاب بتاعه ما بيوصلش للطول الطبيعي او الماكسيمم بتاعه.
فهو لما بيبتدي ياخد ده فبيحصل له فازو ديليشن في البينس او الاوعيه الدمويه بتتوسع، فهو بيقدر ان هو يحصل على انتصاب طبيعي جدا، فبيلاحظ ان الطول بتاعه بقى اطول من الطول اللي هو المتعود عليه، بس ده بسبب ان هو حسن الفازو ديليشن، انما البينس ذات نفسه كستراكشر ولا زاد في الطول ولا اتغير شكله ولا اي حاجه، الفكره بس ان هو حصل فيه توسيع للاوعيه الدمويه بصوره اكبر. وطبعا في ناس مثلا بتزعم ان السالس او الفياجرا بتاعتهم طول العضو الذكري ومثلا بيستندوا على بعض الدراسات، بس الدراسه دي بتبص مثلا على الناس اللي بيكون عندهم استئصال في البروستاتا نتيجه وجود سرطان في البروستاتا او مثلا عمليه معينه، ففعلا بيتم او بينصح ان هم يستخدموا بي دي اي 5 بصوره يوميه عشان يحافظوا على الطول الطبيعي للعضو الذكري بتاعهم. انما لو انت انسان طبيعي، لو انت استخدمت سيالس او فياجرا من هنا للسنه الجايه مش هيزود الطول بتاعك عن المعدل بتاعك، بس لو انت شخص بتعاني من الضعف الجنسي او الاريكتال ديسفانكشن ما بتقدرش ان انت توصل لقمه الاريكشن بتاعك، فالفياجرا والسيالس ممكن ان هم يساعدوك ان انت توصل للماكسيمم اريكشن وبالتالي ممكن يبان ان هو اطول. تاني حاجه برده في ناس كتير ما بتاخدهاش في الاعتبار، وهي ان نسبة الدهون بتلعب دور في شكل او حجم البينس بتاعك، لان كهيكل البينس في حتة كده بتكون زي فاتي تيشو او فاتي ديبوزيت، الحتة دي مثلا لما انت تقلل نسبة الدهون بتاعتك فبتخلي ان البينس يبان اكبر. طبعا انت ممكن تشوف الموضوع ده بنفسك لو انت مثلا نسبة دهونك عالية، لو انت مثلا عملت ضغط حوالين المنطقة اللي حوالين البينس فتلاقي ان هو في حتة طلعت كده زيادة، دي لو انت نزلت في نسبة الدهون فده هيكون الطول الطبيعي للبينس بتاعك. فلو انت نسبة دهونك عالية فانا انصحك بشدة ان انت تقلل نسبة الدهون، لان ده هيساعدك في ان البينس تبان شكلها اكبر وخاصة لو هي اريكت. من حيث بقى الاسترتشات والتمارين اللي بتزعم ان هي بتحسن طول العضو الذكري، فما بتحسنوش ولا حاجة. هو في بعض التمارين مثلا للبلفيك او الحوض ممكن تحسن الدورة الدموية فيها وتحسن المسلز اللي فيه، فبالتالي ممكن تساعدك في الحفاظ على الريكشن فترة اطول، ممكن تساعدك في الفازو دايليشن او توسيع الاوعية الدموية. انا عموما بنصح بالتمرين، بس مفيش حاجة فيزيكلي او حرفيا هتطوله لك، مفيش تمرين انت هتعمله في البيت لو عملته مليون سنة هيطول لك العضو الذكري. ونيجي بقى للنقطة اللي بعديها اللي هي البينس ستريتشرز، وفي ناس مثلا يقول لك حاجة اسمها الجيلكينج، طبعا مش هشرح لك ايه الجيلكينج، انت عايز تشوف هي ايه ابحث عنها في جوجل انا ماليش دعوه، بس هو عباره ان هو عن بعض الاسترتشات المعينه بهدف تطويله، وبصوره كبيره كلها برو ساينس، مفيش حاجه هتنفعك في الموضوع ده. طبعا ممكن تنفعك مثلا لو انت اصلا شخص كل تفريغك لطاقتك الجنسيه بيكون بالماستربيشن او بالعاده السريه، وبيكون مثلا بحاجه غلط، يعني انت مثلا لما بتيجي تفرغ الطاقه الجنسيه بتاعتك فانت مثلا بتعمل وضع غريب. في ناس مثلا يقول لك انا بحب انام على بطني وبعدها يحك البينس ذات نفسه في السرير، طبعا ده ممكن يعمل تشوهات ومشاكل كبيره انت في غنى عنها، وتلاقيك داخل في عمليات وحوار كبير جدا، فبلاش اللي هو الحاجه اللي تخليك في الناتشرال بوزيشن او في وضع مش طبيعي، اللي ده ممكن يقلب عليك بالسلب. طبعا لو في شخص مثلا متعود ان هو اصلا ما حصلش على فول اريكشن، هو مثلا في وضع غريب او دايما بيحك البينس بحاجه بريشر بتاعها عالي، فهو ممكن يستفيد بالاسترتشات لان هو بيحسن المايند ماسل او المايند بينس كونكشن او اتصال العقل بتاعك بالبينس بتاعك، عكس مثلا لما هو بيكون بيعمل سيلف ستيميليشن لنفسه بصوره غريبه. انما لو انت شخص طبيعي السكشوال اكتيفيتي بتاعتك طبيعيه فالاسترشات مش هتعمل لك اي حاجه. بالنسبه بقى للعمليات الجراحيه للبينس، فالموضوع ده بيكون فيه ايثيكال او بيكون فيه عامل اخلاقي شويه، لان المفروض مثلا لو انت رحت للدكتور ومثلا نفترض 10 سم او 8 سم فهو مش هيعمل لك العمليه، يقول لك يو جات وات يو جات، اتعامل باللي معاك، انت طول طبيعي عادي ممكن تخلف، مفيش داعي ان انت تستخدم العمليات الجراحيه. انما في مثلا ناس بيكون مثلا طولها طبيعي 11 12 بيبقى مثلا موهوم بالموضوع ده، فيروح وعايز مثلا يخليه 20 سم ويلاقي ان النتيجه مش مرضيه نهائي، وان هو حصل له ديفورميتي او تشوه في شكل العضو الجنسي، يعني هو شكله بقى مشوه، هو كبير بس مشوه ما فيهوش مثلا سمك، فالموضوع ده ممكن ياثر عليك بالسلب ان انت خلاص غيرت شكله بعمليه جراحيه، فالموضوع مدمر تماما. فانا ما بحبش شغل العمليات الجراحيه نهائي، وما بنصحش اي حد ان هو يعملها، بس مثلا لو انت الطول بتاعك مثلا 7 أو 6 او اقل من المعدل الطبيعي بصوره كبيره، فانت ممكن تروح للدكتور بتاعك وتشوف هل ينفع لك عمليه ولا لا. طبعا برضو غير العمليات في زي انجكشن، الانجكشن دي بتتحقن في البينس، في بعض الدراسات بتقول ان النتيجه كويسه، طبعا انت ممكن تبحث عن الدراسات دي ذات نفسك وتشوف الايمجز بيفور وافتر وتحكم على النتيجه دي مرضيه ولا لا، بس برضو الانجكشن دي ما عليهاش دراسات كتيره قوي،
طبيعي ان ما يبقاش على دراسات لان الموضوع ممكن يكون اخلاقي شويه. انت هتعتمد على البراكتس بتاع الكلينيك اللي عندك او خبره الطبيب اللي انت هتروح له، فما فيش مثلا ستاندردايز او حاجه موثقه او معتمده ان هي دي الخطوات اللي هتمشي عليها. فانا بصراحه برضو اقلق من حاجه زي دي بصوره كبيره. طبعا انا ممكن مثلا اقول ان الموضوع مش مهم اللي هو البينس انلارجمنت وكده، مع ان مثلا في جوروز كل محتواهم على النت ان هو ازاي تطول عضو الذكري، ازاي تخليه بصوره اطول، في ناس مثلا بتشرح الروتين بتاعها. بس انا شايف لو انت في طول المعدل الطبيعي فانت مش محتاج ان انت تطوله، انت محتاج بس ان انت تقلل الوسواس الجنسي اللي عندك. انما لو الموضوع فعلا يفرق ليك فانا شايف ان الروتين مناسب ليك. اول حاجه ان انت تتاكد ان الهرمون بروفايل بتاعك مناسب، ان انت مثلا عندك نسبه تستوستيرون ودي اتش تي كافيه، ان انت مثلا مش مايكرو بينس، ما عندكش اي مشكله في البيتوتري جلاند، ما عندكش اي مشكله في الغده الكظريه، ما عندكش اي مشكله في الخصيه. تاني حاجه تتاكد ان انت العاده اللي بتفرغ بيها طاقتك الجنسيه مش مثلا بيكون في وضع غريب ممكن يحفز على التواء العضو الذكري، او مثلا بتعمل عادات سلبيه جدا من حيث الاريكشن بتاعك، او مثلا بتكون هارد مثلا او بتعمل بريشر عالي على البينس، فبطل تعمل كده وحاول ان انت تحسن الاتصال العقلي بالبينس بتاعك. تالت حاجه ممكن تجرب تمارين عشان تزود البلفيك ماسل، او مثلا تزود الاتصال العضلات اللي هناك عشان تحسن الاريكشن بتاعك وتنزل في نسبه الدهون بتاعتك، ده برضه هيساعدك ان البينس يبان بشكل اكبر. بعدها ممكن ان انت تجرب مثلا حاجه زي البينس ديفايسز اللي هي البامس، اللي هو بيكون عباره عن جهاز بيتركب كده وبيعمل ستريتش وانت بتغير الفرس بتاعه مانوالي. بصراحه فكرته هو غريبه يعني، لان انت تفضل لابس الجهاز ده مثلا لمده 6 ساعات، وغالبا لما بتبطل تلبسه فانت بتفقد النتيجه بتاعته. ممكن النتيجه بتاعته بتعتمد على الاسترتش ذات نفسه للليجمنت، فممكن النتيجه ما تكونش مرضيه لكل الناس، بس في ناس كتير بتقول ان هو كان لايف شينجينج بالنسبه لها، وكان بالنسبه له حاجه كويسه جدا جهاز البامب. فانت ممكن تعمل ريسيرش اكتر عن الموضوع، لان ما عنديش تجربه خالص بالمواضيع دي. انا اعرف ناس مثلا ممكن عملتها، بس انت ممكن تعمل الريسيرش بتاعك وتجرب واحد من الديفايسز دول. ولو انت فعلا الموضوع خلاص انت قررت انا هبقى بورن ستار، او انا خلاص الموضوع عامل لي هيسس كبير فخلاص عايز تعمل عمليه، فروح الاول واعمل الريسيرش بتاعك، شوف انهي كلينك او دكتور ممكن تثق فيه من حيث الموضوع ده. ودي هي الحاجات اللي لحد دلوقتي مثبت ان هي ممكن تطولك. انا ما فيش مثلا كريم هتدهنه ولا حبايه هتاخدها ولا تمرين هتعمله هيطولك مثلا هيخليك جوني سنس، لان ده في عالم سمسم. بس كده اتمنى الفيديو يكون عجبك، وارجوكم ما تسالونيش اسئله غريبه زي دي تاني. ولو حابب استشارة ومتابعة إلكترونية فهتلاقي اللينك في الديسكريبشن. وبس كده، واشوفكم في الفيديوهات الجاية.